بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله معكم محاضرات مقرر الإحصاء للكورس الأول للمرحلة الثالثة، والمحاضرة الأولى التي ستكرس لمراجعة ما تم دراسته في المرحلة السابقة في موضوع الانحدار. طبعا ولتوقعات أنه العام الماضي بما شابه من أحداث تسببت فيها جائحة وباء الكورونا وبما سببه من تعطيل في الدراسة لبعض الأسابيع، عليه نتوقع أنه المراجعة ستكون مكثفة ومركزة، لذلك ستكون أول محاضرتين نوعا ما ثقيلة لأن نستذكر بها أو نتوقع أنه بعض الموضوعات التي لم يتم تغطيتها في المرحلة السابقة، لذلك أتمنى أن صدوركم تستوعب لهذه المحاضرة كونها لفائدة الطلبة واسترجاع معلوماتهم حول الـ probability and distribution اللي هي تعتبر مدخل للـ mathematical statistics ومقررنا لهذا العام أو لهذا الكورس. بدءا راح إحنا المحاضرات مالتنا تتوزع حسب السيلبس المعمم على كليات الإدارة والاقتصاد أقسام الإحصاء من الوزارة، أنه يتوزع على 15 أسبوعا، وبالتالي كنا في السابق نغطي المراجعة بأسبوع واحد، إلى أنه هذا العام ارتأيت أن نغطي المراجعة بأسبوعين، الأسبوع الأول والثاني اللي راح نركز بهم على Definition of Probability Set Function اللي تعتبر مراجعة لما تم دراسته في المرحلة السابقة، ومن ثم الأسبوع الثالث راح يكون للبرنوني وباينوميال وترينوميال ديستريبيوشن، وكذلك الأسبوع الرابع راح يكون للجيومتريك أند نيجاتيف باينوميال ديستريبيوشن، والأسبوع الخامس سيتم تخصيصه للجاما والإكسبوننشال أند كاي سكوير ديستريبيوشن، والأسبوع السادس راح نتطرق به إلى النورمال ديستريبيوشن والباريتو ديستريبيوشن، في حين أنه الأسبوع السابع سيخصص إلى الويبل ديستريبيوشن، والأسبوع الثامن راح نتناول به الديسكريت جوينت بروبابيليتي ديستريبيوشن أند كونتينوس جوينت ديستريبيوشن، والأسبوع الثامن راح ناخذ به الكونديشنال بروبابيليتي ديستريبيوشن، والأسبوع التاسع نعني به، والأسبوع العاشر راح يكون يخصص إلى السم ريليتد تايبك with this type of the joint probability distribution function، والأسبوع الحادي عشر سيخصص للمارجينال بي دي اف اوف ذا اوردر ستاتستيك، في حين الأسبوع الثاني عشر سيخصص للجوينت بي دي اف اوف اوردر ستاتستيك، والأسبوع الثالث عشر سيخصص إلى the PDF of the sample median، والأسبوع الرابع عشر سيخصص إن شاء الله إلى the PDF of the sample range، ومن ثم الأسبوع الخامس عشر إن شاء الله سيكون الامتحان الـ final exam الامتحان النهائي. إذا نبدأ على بركة الله الماثماتيكال ستاتستيك والأسبوع الأول والجزء الأول من المحاضرة الأولى اللي راح نخصصه للـ definition of probability set function، تعريف دالة الاحتمالية أو مجموعة الدالة الاحتمالية. الـ Random Variable سنبدأ أولا لأنه الإحصاء الرياضي كله مبني على المتغير العشوائي، إذا سنعيد عليكم أو نأخذ تعريف المتغير العشوائي. The random variable XRV is a real number X which is associated with outcomes of the random experiment. إذا المتغير العشوائي هو عبارة عن رقم يأخذه المتغير X متوافقا مع أو مرافقا لنتائج تجربة عشوائية. إذا نتائج التجربة العشوائية، المتغير X هو رقم حقيقي من تلك التجربة العشوائية أو مجموعة من الأرقام الحقيقية التي تذكر إلى من نتائج تجربة عشوائية. راح نشوف شلون احنا عندنا التجربة العشوائية، راح ناخذ مثال
عندنا تجربة عشوائية throwing two coins، التجربة العشوائية رمي قطعتي نقود لمرة واحدة، فعملية رمي قطعتي نقود لمرة واحدة هذه هي التجربة مالتنا رمي قطعتي نقود لمرة واحدة. مثل ما تعرفون حضراتكم أعزاء الطلبة أنه لكل قطعة نقود معدنية وجهان، الوجه الأول يسمى H يعني head يعني صورة، والوجه الثاني tells يسمى الكتابة. فعليه إحنا عندما نرمي قطعة نقود واحدة إما تظهر H أو T. أما إذا رمينا قطعتين نقود فلدي أربعة احتمالات، أما أن يظهران كليهما أن يظهر HH، كلاهما يظهر HH، أو الأول يظهر H والثاني يظهر T، يعني الأول يظهر صورة والثاني يظهر كتابة، أو الأول يظهر كتابة والثاني يظهر صورة، أو اثنيناتهم يظهرون لي TT يعني يظهرون لي كتابة كتابة. فهذه هي كل النتائج الممكنة لرمي قطعة نقود لمرة واحدة. يعني لما نقول كل النتائج الممكنة يعني كل النتائج المحتملة، يعني مو كلهن راح يظهر لي مرة واحدة، وإنما نعني بها أنه هذه النتائج محتمل واحدة من هذه النتائج أن تكون نتيجة لرمي قطعتين نقود لمرة واحدة. الآن دعنا نعرف المتغير العشوائي X على أنه يمثل صورة. Let X be represent the head H، يعني لو كان هدفنا أن نمثل المتغير العشوائي X بأنه هو عدد ظهور الصورة المحتمل في نتائج التجربة العشوائية اللي هي رمي قطعتين نقود. Then the random experiment، فعليه فإن التجربة العشوائية راح هي تكون عملية الرمي throwing two coins. The outcomes of the experiment is a sample space. Sample space اللي سميناه S capital هو كل النتائج المحتملة لرمي قطعتين نقود اللي هي التجربة العشوائية. إذا كل النتائج المحتملة للتجربة العشوائية نسميها sample space. The real number which associated the outcomes of the experiment is x equal to 0, 1, 2. إذا النتائج المحتملة للمتغير العشوائي 0, 1, 2 هذه هي النتائج المحتملة اللي أخذها المتغير العشوائي x. ليش؟ لأن إحنا عرفنا المتغير العشوائي قلنا ويمثل صورة. فإذا ظهر لي صورة صورة فهذا يعني المتغير العشوائي يأخذ 2، وإذا ظهر لي صورة أو كتابة فهذا يعني المتغير العشوائي يساوي 1، وإذا ظهر لي كتابة مع صورة يعني المتغير العشوائي يعني يساوي لي 1، لأن هو المهم يظهر لي صورة. أما إذا العملتين أظهرت تي تي كتابة هذا يعني أن المتغير العشوائي يساوي 0، يعني الصفر صورة يعني ما ظهرت عدة صورة. ملاحظة عندنا هنا ملاحظة مهمة جدا، هي يعني دائما نتعامل بها مع الإحصاء الرياضي وحتى من نوصل إلى مادة الاستدلال في المرحلة اللاحقة، أنه دائما نتعامل مع المتغيرات بالحجم بالكابيتال لتر، الحروف الكبيرة تمثل المتغيرات دائما. إذا اسم المتغير يعبر عنه بالحرف الكبير y x capital denoted the random variables and the x small وال y small denoted the values of the random variable. يعني شنو؟ يعني عندنا احنا دائما المتغير العشوائي نرمز له بايش؟ بالاكس. المتغير العشوائي نرمز له اكس. فاذا رمزنا المتغير العشوائي بالاكس كابيتال واي كابيتال فيعني قيمه المتغير العشوائي عند اي مفرده من المفردات نرمز لها بالرمز اكس سمول. يعني اذا كان اكس متغير عشوائي يمثل عندي عدد الطلاب الموجودين في الكلاس، على سبيل المثال عندنا 25 طالب موجودين في الكلاس، فالاكس ممكن يكون عندي من قيمه 1 الى 25 الموجودين في الكلاس. عفوا المتغير الاكس هنا يمثل عندي متغير عدد الطلاب. زين اكس هنا ايش راح يصير عندي؟ الاكس سمول ممكن تكون صفر ولا طالب، وممكن يكون عندي 1، وممكن يكون عندي 2، الى ان يكون عندي 25. فاي قيمه من هذه القيم اللي ياخذها هذه نسميها اكس سمول، هذه نسميها اكس سمول، 25 اكس سمول. اما عدد الطلاب الموجودين في القاعه يرمز له بالاكس كبير. فاذا الاكس يسمى اسم المتغير، والاكس سمول او الواي سمول هي قيمه المتغير او قيمه محدده معينه لذلك المتغير. There are two kinds of random variable. يوجد لدينا نوعين من المتغيرات العشوائية. Discrete random variable، المتغير الأول نسميه المتغير المتقطع أو المنفصل. Discrete random variable، متغير منفصل.
لذلك نقول عليه دي ار في، يعني discrete random variable is a variable which takes accountable real number، وهو المتغير العشوائي الذي يأخذ قيم قابلة للعدد. يعني شنو؟ يعني عدد المرضى المراجعين لعيادة معينة، بما أنه عندهم 1 2 3 4 إذا هذا متغير منفصل، أي بما معناه يأخذ integer number رقم صحيح، يعني ما ياخذ رقم عشري، يعني ما ياخذ الرقم واجزاء الرقم، يعني ما يقول الان حضر الطلاب في القاعه بمعدل او عددهم 25 طالب ونص، لان النص في عمليه حضور الطلبه لا يعني شيء، لا يمكن تجزئه الطالب الى جزئين، فبالتالي اللي يكون عند الرقم هنا نسميه فاينايت كاونتبل، حتى انه احنا نريد من نريد نعد الطلبه نقول 1 2 3 4 نعد بهذا الشكل، فعليه بما انه قابل للعد فنسميه ديسكريت راندوم فاريبل. Or if the range of the x is countable، أو نقول المدى مال x، يعني شنو نقول x؟ نقول x تساوي، نقول x هو متغير عشوائي، والx تساوي إذا كان المدى مالته 0 1 2 يعني قابل للعد، فهنا شنو نقول عليه؟ هو عبارة عن متغير متقطع. لذلك الآن راح تواجهنا مسائل في الفصول اللاحقة، يعني انا ما راح اقول لك هذا المتغير مستمر لو متقطع، انت من شكل المتغير اذا كان اكس يساوي 0 1 2 قابل للعد اذا هو متغير منفصل، واذا كان بالشكل الاخر اللي راح نتعرف عليه فهو متغير متقطع مستمر عفوا. فامثله على المتغير المتقطع: the number of babies born in a hospital every day، عدد الأطفال المولودين في المستشفى معين، فعدد الأطفال المولودين قابل للعد فبالتالي هو متغير متقطع. أيضا B the number of the student in the class، عدد الطلاب في الصف هو عدد يعني يسموه متغير منفصل. The number of worker bees in a honey bee society، عدد العاملات النحل النحلات النحل العاملات نسميهن أو الشغالات الموجودة في مجتمع خلية نحل أيضا قابل للعد. النوع الآخر من المتغيرات هو Continuous Random Variables اللي يقول على CRV، Continuous يعني المتغيرات المستمرة. Continuous Random Variable is a variable taking the values between a certain two limits or it can assume any values in some interval or real of real numbers، يعني أي متغير ياخذ القيمة مالته بين حدين، حد أدنى وحد أعلى، نقول عليه متغير عشوائي مستمر. يعني على سبيل المثال إذا كنا عندنا متغير X، إذا كان عندي متغير X، إذا كان عندي متغير على سبيل المثال X X محصور بين الخمسة والعشرة على سبيل المثال، لو كان عندي متغير X أكبر من صفر أقل من واحد، إذا أصبح الآن between two limits، الليمت الأول هو صفر والليمت الثاني هو الواحد، لما يكون على شكل أكبر وأصغر بهذا الشكل على شكل فتري هذا المتغير هو متغير مستمر، هذا المتغير هو نسميه متغير مستمر نسميه continuous random variable. إذا مستقبلا المسائل بس مجرد نباوع على الفترة التعريف مال الاكس اذا كان محصور بين حد ادنى وحد اعلى نقول عليه continuous random variable، وكذلك مثلا اذا الاكس كان عندي اكبر من minus infinity less than infinity ايضا هذا يمثل عندي حد ادنى وحد اعلى وكان على شكل متراجحات فيكون بين فترتين او between two limits، هذا الليمتس الاول وهذا الليمتس الثاني. بهالحاله شو نقول عليه؟ نقول عليه هو متغير مستمر، او هو المتغير المستمر هو اللي ياخذ الرقم واجزاء الرقم. يعني شنو اجزاء الرقم؟ يعني ممكن ان نقول عليه مثلا 60 ونص، 60 و6 بالعشرة، 60 و7 بالعشرة، 13 و5 بالعشرة، يعني رقم واجزاء الرقم اذا كان المتغير من هذا النوع يطلق عليه متغير مستمر. The amount يعني على سبيل المثال for example the amount of blood lost by patient، كمية الدم المفقودة من المريض during the course of operation اثناء اجراء عمليه محدده، الكميه الدم هنا كميه نسميه متغير متصل، يعني احنا مثلا كميه الدم تكون مثلا واحد بطل ونص، واحد بطل وربع، بطلين دم مثلا، اذا هو كميه غير معدوده تاخذ الرقم واجزاء الرقم، في هذه الحاله نسميه continuous random variable.
the weight of born babies in a hospital. الوزن للأطفال المولودين حديثا، فالوزن راح يكون أيضا متغير مستمر باعتبار الوزن ممكن أن يكون 3 كيلوغرام بوينت واحد، وممكن أن يكون 2 كيلوغرام بوينت 0.5. فبما أنه الوزن راح مثلا يتراوح عندنا بين 1.5 كيلوغرام على سبيل المثال الاكس، وأقل من 3 كيلوغرام أو 3.25 كيلوغرام أو نص على سبيل المثال، فهنا أنا راح يكون على شكل فتري، فبالتالي نقول عليه هو عبارة عن متغير مستمر. The number of cc's of a drug that should be prescribed for a patient. عدد السيسيات المفروض أن يتناولها مريض، سواء كانت بالوريد أو كانت زرق بإبرة أو كانت عن طريق الفم. هذه السيسيات من الدواء كون أنه كمية غير معدودة، تكون محدودة بين حدين، إذا نطلق عليها متغير مستمر عليه. فإذا ضربنا المثال الآتي، مثال عام على كيفية تحديد المتغيرات، فليتكن عندي X example X. فإذا كان الإكس بهذه الصورة، بحيث أن الإكس يساوي لي 1 2 3 4 قابل للعد، بهالحالة شو نقول عليه؟ نقول عليه discrete random variable. وإذا كان عندي الإكس هو بشكل فتري، يعني من 5 إلى 10 كما تشاهدون، يعني نقول عليه continuous random variable. إذن بمجرد أن أباوع على شكل المتغير، إذا كان يساوي لي قيم قابلة للعد فهو متغير متقطع، وإذا كان بين فترة نسميه متغير مستمر. Sample space and event space. Note، ملاحظة عندي نريد نعرف بها sample space and event space. Let X be a random variable. لتكن X هي عبارة عن متغير عشوائي. X small، قلنا X capital هو اسم المتغير العشوائي، ما عندي مشكلة به. X small the values of the random variables، يعني هي قيم المتغير العشوائي، قلنا بما أنه small يعني تعني قيمة محددة. الأوميجا هذا الرمز نسميه، نطلق عليه أوميجا باللاتيني، نطلق عليه أوميجا هذا. الأوميجا the space of X، يعني هو عبارة عن الفضاء للمتغير X. البي events is events، البي هو حادثة، يعني مجموعة جزئية من الاس، إذن البي هو عبارة عن حادثة مجموعة جزئية من الـ sample space s. بي is event. الاس بي a sample space كما تم تعريفه سابقا، الاس هو مجموعة كل النتائج المحتملة لأي تجربة عشوائية. Where B is event in S، والB هي عبارة عن حادثة أو حدث ضمن المجموعة sample space اللي هو قلنا عليه اللي هو الـ S، سمينا الـ S capital. هذا الـ S capital. إذن الB هو عبارة عن subset، لأن المجموعة يقال لها subset، المجموعة جزئية من كما تم دراسته في السنة السابقة. الB هو subset of S، يعني عبارة عن مجموعة جزئية من فضاء العينة. البي سمول تعني عنصر في البي، البي سمول تعني عنصر واحد من عناصر البي، المن ينتمي للمجموعة S اللي هي فضاء العينة. الإكس بي يعني المتغير العشوائي عند العنصر بي، من يعني معرفا على المجموعة بي يساوي لي إكس، يعني قيمة محددة. وير الأوميجا X such that X تساوي XB، يعني X هو قيمة المتغير العشوائي عند الحدث B اللي هو جزء من الحادثة B، والB تنتمي للS يعني لفضاء العينة. إذن الB subset of أوميجا. الآن راح نشوف شنو هذه الرموز اللي قد تكون شوية أشكلت علينا، راح ناخذها بمثال عددي واضح بسيط ونشوف ماذا تعني إنا. ليت وي نرجع احنا انه ثرو تو، يعني رمينا تو كوينز مره واحده. اذا ذا سامبل سبيس، سبق وان تعرفنا قلنا السامبل سبيس هو عباره عن اتش، يعني كلاهما يظهر صوره، و اتش تي و تي اتش و تي تي، يعني بهذا الشكل انه هي رمينا رميه واحده، راح يظهر لي واحد من اربع احتمالات، يا اثنيناتهم يظهرون صوره، يا أحدهم يظهر الصورة والثاني كتابة، يا الأول يظهر كتابة والثاني يظهر صورة.
يا أنه عندي الاتش الأول يظهر لي صورة والثاني الكتابة والثاني يظهر لي كتابة. الآن راح نعرف البي هي عبارة عن حدث. The event B represents the number of heads to be observed. إذا البي راح تمثل لي مجموعة. البي راح تمثل لي هذا مجموعة. شنو مجموعة البي اللي تمثلها؟ عبارة عن تمثل الصورة. البي راح تمثل لي مجموعة الصور الممكن أن تظهر. Of heads to be observed. إذا البي راح تمثل لي الصورة، عليه فإن الإكس للبي. يعني قيمة المتغير العشوائي لإكس إحنا قلنا شو يمثل؟ متغير ظهور صورة. فهنا الإكس للبي يعني البي قلنا هو عنصر ينتمي لهذه المجموعة اللي أمامكم، هذه المجموعة اللي سميناها سامبل سبيس. هذه المجموعة سميناها سامبل سبيس، فهو ينتمي لهذه المجموعة. فلما تكون البي يساوي صفر يعني شنو هو؟ يعني الحالة اللي يظهر بها عندي تي تي، البي يساوي صفر هو هذا العنصر تي تي. فقيمة المتغير العشوائي اكس عندما تكون البي تساوي صفر بهالحالة نحصل عليها من خلال البي هي عبارة عن تي تي. وتكون قيمة المتغير العشوائي اكس عندما يكون البي هنا واحد اللي هي اتش تي والتي اتش راح تكون قيمته ايش قد؟ راح تكون قيمة المتغير العشوائي اللي ياخذها واحد. اذا اف بي يساوي لنا تي اتش اور اتش تي، اذا الاكس قيمة الاكس المتغير العشوائي راح تكون عندي واحد، لان المتغير العشوائي هو يمثل صورة عندي. الاكس للبي يساوي لنا اثنين، لما تكون البي هي عبارة عن اتش اتش بهالحالة راح البي يساوي قيمة المتغير اكس يساوي عندي اثنين باعتبار ظهور صورتين، وانا الاكس اريد اعرفه على اساس انه ظهور صورة. The sample space of the random variable x is عليه فإن الأوميجا، هذا الأوميجا راح تمثل لي sample space يعني النتائج المحتملة إلما المتغير x. يعني الـ x إما يساوي لي صفر لما يكون اثنيناتهم تي تي، وإما يساوي لي واحد لما يكون عندي اتش تي وتي اتش، هنا ظهور صورة اثنيناتهم يمثلون لي صورة واحدة. أو يساوي لي اثنين لما اثنيناتهم يظهرون عندي شنو؟ هنا يصيرون عندي اثنيناتهم اتش. يساوي لي اثنين. بهالحالة قيمة المتغير العشوائي راح يصير عندي اثنين. Consider that A subset of the space. يعني الآن راح نقول احنا عندي مجموعة A هي مجموعة جزئية من الأوميجا. الـ A أنا عرفت مجموعة جزئية منين؟ من الأوميجا. إذا الأي هنا أقول عليها subset of، يعني هنا نقول الأي مجموعة جزئية من مجموعة الأوميجا. فهنا إيش راح نعرف الأي؟ نقول الإكس يساوي لنا واحد، يعني راح فقط ناخذ هذا العنصر من مجموعة الأوميجا اللي يمثل عندي المجموعة أي. How is the probability of the event A defined؟ ذلك سنعرف المتغير الاحتمال للمجموعة أي. أنا رح أحسب الاحتمال الـ probability of A إيش راح يساوي لي؟ إذا الـ probability of A إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الـ probability للمجموعة أي. المجموعة أي شو تقول؟ هو عبارة عن الـ probability of X equal to 1. الـ X يساوي لنا X لما يساوي لنا 1. حسنا نشوف يمتى الـ X يساوي لنا 1. راح نعرف أربع مجموعات، يعني إحنا كل عنصر محتمل موجود في السامبل سبيس راح نمثله بمجموعة بي. فهنا ايش راح نقول؟ البي تساوي البي متى؟ عندما يكون البي تي تي، يعني البي 1 راح تمثل لي عملية ظهور تي تي. البي 2 ايش راح تمثل لي؟ راح تمثل لي ظهور تي اتش. هنا ايش تمثل لي ظهور؟ تمثل لي ظهور التي اتش. هنا ايش راح تمثل لي؟ راح تمثل لي الظهور التي اتش، هذا اتش كابيتال. هنا تي اتش. البي 2 تمثل لي تي اتش. يعني كل مجموعه عباره عن تتكون من عنصر واحد، مره تي تي، مره تي اتش، مره اتش تي، ومره اتش اتش، هذا يمثل لي اتش اتش، يعني 2 اتش. هذا هو عباره عن اتش اتش.
البي 4. إذن الآن الـ probability of A إيش راح يمثل لي؟ راح يمثل لي الـ X لما تنتمي للـ A. الـ X تنتمي للـ A متى؟ لما تكون عندي HT TH بالحالة الأولى و HT، يعني اثنيناتهم يظهر لي صورة صورة. أنا الـ X أريد شيء يمثل لي الـ X، يمثل لي الـ A، تمثل لي الـ X يساوي لنا واحد. فالـ X متى يساوي لي واحد؟ الاكس متى يمثل لي واحد؟ الاكس يمثل لي واحد لما تكون عندي الحادثة اما تي اتش او اتش تي. اذا شو يمثل لي؟ يمثل لي المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. اذا هو عبارة عن البروبابيلتي للمجموعة الثانية زائد البروبابيلتي للمجموعة الثالثة. المجموعة الثانية هي عنصر من اربعة، يعني راح يصير واحد احتمالها واحد على اربعة. والمجموعة الثالثة هي عنصر من أربعة، إذا راح يساوي لي واحد على أربعة. إذا الـ probability of x equal to واحد إيش قد راح يساوي لي؟ راح يساوي لي نصف. بهذه الطريقة إحنا جزأنا التجربة وجزأنا المتغير وعرفنا شلون الاحتمال يصير للمتغير. إذا ملخص السابق ذات إزمين، هذا يعني أن الـ probability of x يساوي صفر. متى الـ probability of x يساوي صفر؟ لما انا عندي المجموعه بي 1، البي 1 تظهر للتي تي، يعني ماكو ظهور صوره، يعني البروبابيلتي اوف البي 1 ايش قد راح يساوي لي؟ 4. اذا البروبابيلتي اوف اكس يساوي صفر هو عباره 1 على 4، يعني يمثل لي احتمال المجموعه الاولى. البروبابيلتي اوف اكس يساوي 1، احنا هذا اللي استخرجناه هو عباره عن المجموعه الثانيه وتتحد مع المجموعه الثالثه. فالبروبابيلتي اوف بي 2 زائد البروبابيلتي اوف البي 3 هذا اتحادهم راح يساوي لي نصف. اما ال اتش اتش اللي هو يظهر لي بالمجموعه الرابعه لما البي 4 يساوي لي احتمالها 1 من 4، اذا البروبابيلتي اوف اكس يساوي لنا 2 هو عباره عن 1 على 4. الاكس ظهرت لي من التي تي، اذا هو 1 على 4 بالجدول. والاكس يساوي لنا 1 نصف لان جاني من حالتين من الاتش تي والتي اتش، اذا يساوي لي نصف يعني ربع زائد ربع كما شاهدنا. والاثنين يجيني من حاله واحده لما تكون عندي اتش اتش اللي هو 1 على 4، وهنا نقول عليه الاذر وايز، هذا نسميه الاذر وايز، يعني فيما عدا ذلك ان تكون قيمه الاحتمال هو يساوي لي صفر. This table represents the probability function of the random variables، يعني الجدول اعلاه يمثل لي قيمه الاحتمالات للمتغير العشوائي سميناه اكس. الآن هذا مقدمة أن دخلني لـ probability function، أنه هذا الـ probability راح أصيغ له دالة. هذه الدالة راح نسميها دالة إما الـ probability mass function أو الـ probability of الـ PDF، يعني الـ probability of mass function أو الـ probability of density function. الجزء الأول من الـ probability function اللي هو الـ probability of mass function اللي نسميه BMF. هذه هي الدوال التي الدوال الاحتمالية المختصة بالمتغيرات المتقطعة. If x is discrete random variable with distinct values x1, x2 إلى xn, then the function denoted by f of x equal f of x undefined by سوف تعرف بالآتي. ال f of x تساوي ال probability of x equal to x small. شوف يعني الاكس كابيتال نعني به المتغير اكس سيساوي قيمة محددة معينة، وهذا القيمة المحددة هي اما اكس 1 او اكس 2 او اكس 3 الى اكس ان حسب ما معرف امامك الان، والصفر لما الاكس لا تساوي الاكس اي عليه. فان هذه الاف اوف اكس از كولد بي ام اف، يعني probability mass function also، وايضا يمكن ان نص يعني مو بس نسميها، بعض المصادر تسميها called discrete frequency function، تسمى الداله التكرار المتقطعه. And discrete random variables والمتغير العشوائي في الغالب او في بعض المصادر يعني غالبا ما يسمونه الماس بوينت، يعني المتغير العشوائي شو يطلق عليه؟ اسم الماس بوينت، يعني نقاط الكتله. Also the notation the probability of x أو ال p of x notation يعني الرمز ال p of x is sometimes used instead of f of x، يعني بعض الأحيان ال f of x
يرمز لها، يعني بعض المصادر تكتب تلقي كاتب بدل اف اكس probability of اكس لما يكون المتغير العشوائي متقطع، ويسميها اف اوف اكس لما يكون متغير عشوائي مستمر، فقط يعني تسميه للمصادر الاخرى اللي تتناول الاحصاء الرياضي. الفانكشن البروبابيلتي تيست فانكشن have the following properties، يعني هذه الخصائص يجب ان تتحقق عندنا في اي داله كتله احتماليه. الخاصيه الاولى الاف اوف اكس or P of xi is greater than or equal zero، نسميها خاصية النون نيجاتيف، يعني أكبر أو تساوي صفر، لا يمكن لأي احتمال أن يكون سالبا، وبالتالي لا يمكن أن تكون دالة الاحتمالية سالبة عليه. سوف لن نسمح للطالب الإحصاء المتمرس أن يخطأ ويقول أن قيمة الاحتمال يكون سالبة، بما أن الاحتمال هي جزء على الكل، إذن الاحتمال دائما لا يكون سالب، ممكن يكون ساوي صفر، يعني الاحتمال دائما يكون نون نيجاتيف. خليها في بالك دائما أن ما تنساها، الاحتمال لا يمكن أن يكون سالبا. أيضا عندي مجموع كل الاحتمالات لأي دالة يجب أن يساوي واحد، ليش؟ لأن يعني أنا عندي قيمة الاحتمال البي دائما هو أكبر من صفر وأقل من واحد، بما أن قيمته تتراوح بين الصفر والواحد، وبما أنه الاحتمال دائما يعامل على أساس أنه تكرار نسبي، إذا مجموع الاحتمالات يجب أن يكون ساوي واحد، وهذا نسميه الشرط البي دي اف أو البي ام اف. إذا حتى نثبت أي دالة هي بي ام اف أو بي دي اف نجمع كل احتمالاتها، فإذا كانت تساوي واحد فهي probability mass function. ايضا probability of x belong to a، يعني الاي هي اي مجموعه تكون تنتمي للسامبل سبيس، للسامبل للسبيس اوف فاريبل x، فاذا الاكس هي مجموعه، يعني الاي هي مجموعه جزئيه، فحتى نحسب الاحتمال المعرف على المجموعه اي هو عباره عن مجموع كل قيم x اللي تنتمي للاي للبروبابيلتي اوف x، فبهالحاله نقدر نوجد الاحتمال للمجموعه اي، ولكن في حين ان الاي هي سبست اوف اوميجا اللي تمثل لي الفضاء للمتغير العشوائي اكس. ايضا احنا فور ريال فاليوز اوف اكس ذات ار، لكل قيم اكس التي تكون مستحيلة الظهور مستحيلة الحصول سوف تكون قيمة الـ f of x تساوي الصفر، لذلك في الأول probability of xi يساوينا صفر لما الـ x لا تساوي الـ xi، لذلك دائما نشوف احنا دالة الاحتمالية نقول عليها تساوي قيمة محددة أو function محدد لما تكون معرفة ضمن فضاء المتغير، و otherwise هذا نسميها الـ otherwise تكون أو الـ elsewhere تكون قيمتها صفر، فدائما الدالة الاحتمالية تكون معرفة بين هاتين القيمتين. أعزائي بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من هذه المحاضرة، نلتقيكم إن شاء الله بعد فاصل قليل بالمحاضرة الثانية، إذن إلى ذلك الموعد إلى اللقاء.